السلام عليكم المتتبعين الأوفياء، تحية لكم، تحية للمتتبعين الأعزاز الغاليين، المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لكل المغاربة، وتحية للإخوان والأشقاء الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية للإخوان العرب كلكم. نتمنى إن شاء الله عواشوركم مبروكة، وعيدكم مبروك، وذكرى مبروكة إن شاء الله لكل المسلمين، ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نتمنى لكم تكونوا إن شاء الله بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله، لأنتم لوليداتكم للأهل للأحباب لكل المسلمين لكل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جيت لعند الوالدة، بركت على العيد، شتات الصباح هذا، جيت لقيت خوتي طلعوا عند أختي عند ناجية، قلت غير الوالدة أستي عزيز مرحبا بكم، نهار كبير هذا الحمد لله، حيت خوتي كانت عارضة وأختي طلعوا لعندها، كانت منيتها عيان الله يشفيها لها. نتمنى إن شاء الله نشوفوا في ساعة الخير إن شاء الله. واليوم جيت انا قاعد انا الوالده وحطينا شويه ديال الديسير، مثلا ماكله كلينا قبيله، قلت لها الوالده ما دير لنا والو، الديسير كافينا الحمد لله. اميتي داري هذه، واش انا برا للميمه، ونتمنىكم تدعوا لي مع الميمه بالصحيحه والعافيه. الله يعطيك الله يعافيك. جينا نشوف هذا الحناني، الحناني والروايح فيها، كندير الريحه الحناني الله يرضي عليك. خليك الميمه حافظك، بركة الحمد لله بصحتك، بصحتك الميمة، ودعي لي مع الميمة بالصحيحة. إوا كنجيو ملي تنتوحشوا كنجيو نشوفوها، ونديو شوية ديال نعمر شوية ديال الرضا، نديو ونمشيو على ثاني. خليك لي الميمة حفظك، وغادي مع المتتبعين. السلام عليكم الحباب العزاز وليداتي بنياتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمناكم على خير بخير ان شاء الله، كي دايرين نتوما وليداتكم؟ والعيد المبارك علينا وعليكم ان شاء الله سيدنا ميلود، دخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وطول العمر. كل عام إن شاء الله نحضروا بعيدو لينا وليكم، وإلى بقى العمر إن شاء الله يا ربي. ودابا يا سي الطيب جال عندي، الله يجيه الرضا ويجيه الخير، ويجيكم سالتم وليداتي كاملين. وأنا جا عندي مسكين تفكرني، الله يتفكر الخير. ولقى خواتها توما شي هنايا، راهم عند أختهم، عندها واحد الطفيلة مريضة، مشاو عندها يطلعوا عليها، طلعوا عندها، عيطت لهم قالت لهم أجيو عندي، طلعوا عندها. كل نهار كيقولوا طلعوا، وكان عندنا الجواد ديال ما طلعوا شي دابا بعدا، والله الا طلعوا ماضيه طلعوهم معاهم وطلعوا الشعيب. واش غيدير؟ منين عيطت لهم البارح قالت لهم انا غنراعيكم غدا ان شاء الله تجي، قالوا لا غدا يجي الضياف، قالت لهم هذوك الضياف يجي مرحبا بهم معاكم. وراهم دابا طلعوا، راني غير انا مع السي عزيز والسي الطيب، انتم مالين الخير، واللي قسم الله راه حنا كليناه قبيله، ودابا حنا حطينا غاش ديال الديسير تبارك الله، انتم مالين الخير، يقبلوا علينا انتم. وهذه راها دار ماشي براني، راها دار ياكل معايا اخا غير خرج الماء. امي انت ما خصني حتى حاجه، انا جاي غنشوف امي انت تبارك الله، دار ينوض بيدو يدير وياكل، ولا انا باش غنصيب له الحباب، ما كنلقاش النوض بركابيه تاع حرقوني العيوني بشكيفه. واللي قسم الله غادي ناكل انا وليداتي، الله يخليكم ليا. عاد بعدا كلينا واحد الطاسيه ديال الطعام، انتم مالين الخير، حط عاوتاني الفطور اللي قسم الله فطرناه، واني ما صورناش فيه حنا، عاد ان شاء الله وانا نديرو معاكم نشاركو معاكم هذا الشيء. والله خليكم لينا الحباب، خليكم صحيحتكم، خليكم وليداتكم، عاونوا وليداتي، الله يجعل ربي يعاونكم بالشهادة والدين، عاونوا الصايمات والصايمات، الله يكسع عليكم، عاونوا سي الطيب وعاونوا وليداتي كاملين، كندعي لهم بالتيسير والرزق، وندعيكم حتى انتم وليدات الله يسهل عليكم ويعاونكم، واقفين مع وليداتي الله يوقف معاكم، خليكم لينا الحباب العزيز الغاليين. طول عمركم. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ كيدايره مع الصحه؟ وكنتمنىكم بخير وعلى خير، الصحه جيده ان شاء الله يا ربي لوليداتكم واللي عزيز عليكم والعائله ديالكم يا ربي. وشكرا لكم بزاف، وتحيه لكم بزاف خارج الوطن وداخل الوطن، الدول العرب كبير وصغير، خوتنا العرب كامله، الجزائر الدول كامله، شكرا لهم، كنشكرهم الشكر الكبير يا ربي. الله يخليكم وليداتكم ويعز عليكم. ودابا سي الطيب خويا راه جا عند الوالده يعاوش عليها، ومرحبا بخويا، الف مرحبا، الدار دارك، مرحبا بك، وشكرا لكم اخوتي، وعاونونا اخوتي، وعاونوا سي الطيب، والله يجزيكم بخير ويكثر خيركم اخوتي على المعاونه ديالكم وعلى الوقوف اللي وقف معانا ومساندنا. اللهم تعالى سيدي ربي يوقف معاكم في الدنيا وفي الاخره وفي هذه العواشر المباركه ان شاء الله، علينا عليكم بالصحه والسلامه والهنا. وشكرا للحباب ديالنا، ولله يخطيكم علينا، وتبارك الله عليكم. ومن بعد الفيديو ان شاء الله مازال ان شاء الله نوريكم فيديوهات اخرى، ماشي غير هاد الفيديوهات هادو ان شاء الله، زعما تشوفوا الجديد الجديد. الله يعاونكم ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. ودابا انا حطيت لهم ها هو السي عزيز، ها السي عزيز كيقيم شغالو، تبارك الله قاد، انا حاط التفاحات الشهيديه، بنينات التفاح،
ايوه ها انتم سيدي البطيخ واللي جا مرحبا به والف مرحبا مرحبا بكم مفتوحه في وجهكم مرحبا بكم وشكرا للعزاز ديالنا من الفيديو ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله يا ربي الحبق بعد تبارك الله داك الشيء يا سلام كنت ناس ها وزهات تبارك الله فرشة شي هنا قال عزيز عطى الدجاج كياكل عزيز عطى الدجاج وقيلا كلا عمشو شوف هاد السيخ كما كتعرفو الرمانة توتا راه كتكبر ايوا هاي السيخ هادي وريناها لكم دويلة هي هادي انتما كتشوفو المهنة راه مغسولين برا كيخلاو البنات يمشيو المهم هاهي فيها مسكين انتما كتشوف حنا عاد خرجت انا وياها راه عاد نضنا قلت عاد نضنا انا الوالدة قلت انا لقيت راسي عرقان الله يهديك ايوا هادشي اللي كاين جينا الخوت ديالنا كتكبر كبرت تبارك الله لا بس كتولي زوين Thank you.